رفا، انتهى الشوط الثاني من اللقاء الهام بين نادي النور السعودي وسامن الحجج الإيراني بتفوق كامل وساحق للنجم الكبير النادي النور السعودي 27-18، واستمرارا لمسلسل التألق والتفوق اللي بدأوا منذ بداية الشوط الأول من اللقاء وأنهى اللقاء لصالحه بفارق كبير من الأهداف، فارق 9 أهداف، وبكده يتأهل نادي النور السعودي إلى دور النصف النهائي من هذه البطولة. وإن شاء الله في المباراة القادمة نبارك أيضا لنادي مدر السعودي ليلحق بالنور السعودي في مباراة النصف النهائي. كابتن خالد، تألق كبير لنادي النور السعودي ومظهر مختلف تماما عن الأدوار الأولى من هذه البطولة، وبدأت تظهر شخصية البطل ولعب المباراة في الشوط الأول بشخصية واضحة وفرض كلمته منذ بداية اللقاء، ثم في الشوط الثاني استمر هذا التألق، وإن كان يعني إلى حد ما في بعض الدقائق قرب منتصف الشوط الثاني بدأ الأداء يهبط، وده يمكن يكون له تفسيره. تفسيره يا كابتن خالد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك لنادي مضر تأهل الدور الثاني، جمهور ولاعبين وإدارة، وإن شاء الله نبارك لهم بالحصول على كأس البطولة. تميز ملفت لنادي مضر. الاختلاف اللي أنت تسأل عنه يا دكتور اللي هو طبعا إصابة طاهر لبان أثرت على الفريق، ونزول حبيبك اللاعب ميلان وطبعا نزول المحترف ميلان. والله ما أدري يسميه محترف ولا منحرف، ما بكل أمانة الفريق النور الدقيقة 20 بس سجلت 4 أهداف، وهذا طبعا يبين لك القيمة الفنية الموجودة طبعا لطاهر لبان الشوط الأول وتأثيره الواضح في الشوط الثاني. أتوقع أن النور أخذ المباراة خطوة خطوة، قدر أنه يسيطر على رتم المباراة، دفاع جيد، عدم تركيز، يعني صاحب عدم تركيز من الفريق الإيراني، أكثر من كرة مقطوعة، تميز لمجتبى السالم، قدر على خطف أكثر من كرة. الوضع استمر كما هو، الفريق النور 5-1 بالدفاع، حافظ على نفس النظام بالدفاع واعتمد على الفاست بريك هو اللي قدر يسجل عن طريقها. الشوط الثاني طبعا مصطفى الحبيب، هو تغيير نزول ميلان هو بسبب انه مصطفى الحبيب الشوط الثاني ما سجل الا هدف واحد بس، يعني من اكثر من 7 محاولات بس، هو تألق في الشوط الاول تمام، تألق واضح تمام. بس ترك التألق لمجتبى ولا فتحي الخضيمي وسلطان العبيدي. خالد، هنا نزول ميلان بجوار مصطفى الحبيب لاعب اعصر جنب لاعب اعصر، يعني قفل عليه المساحات شويه على مصطفى الحبيب؟ لا، هو تبدل مصطفى بالمصطفى، غير مع ميلان. لا، وفي بعض الفترات لعبوا الاثنين، لعب مصطفى في الجناح، هو لعبه عشان يستفيد منه بالدفاع في وضعيه اللي هو اصابه طاهر لبان، ولكن بكل اسف يعني ما تناغم مع الفريق لانه ابطا من الفريق، الرتم حقه اقل، تصويباته يعني صريحه غير دقيقه بالمره نهائيا. ولكن طبعا فريق النور فريق اليوم تميز، اتمنى ان هالفوز ما يغفل في اخطاء موجوده بالفريق، يعالجها ان شاء الله على اساس باذن الله تعالى نبارك له بالحصول على الكاس باذن الله تعالى. ان شاء الله.